اساسا مش مصدق ان انا كاتب الحقيقه. زمن نهايه البدايه، يوه زمن انسحاب الروح من ثوره التصحيح. عايز تخش الوان قبل؟ والله الالوان دي كانت جديده. انا بشتغل إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. أكشن! أول مرة سمعت عن كلمة السياسة سمعتها من جدتي الله يرحمها، كانت واخدة خالتي كده على جنب وبتقول لها يا عبيطة خدي جوزك بالسياسة. لما ابتدينا نشتغل في الثقافة وفي الأدب وفي الكتابة ابتديت أرشح جدتي الله يرحمها تبقى الأمين العام للأمم المتحدة. كتير بينطرح في الوسط الفني سؤال، ليه عادل إمام مستمر على القمة وغيره من اللي طلعوا بعد منه وقعوا في السكة؟ الإجابة زي بالظبط كده، ما فيه مطربين رحلوا أو ماتوا وأصواتهم عايشة، وفي مطربين عايشين وهم أموات. يرجع مرجوعنا تاني لموضوع السياسة. في مصطلح أنا بقف قدامه كتير قوي في الجرايد، يقولك دفع عجلة السلام. من يوم ما وعيت على الدنيا من 50 سنة وأكتر أنا ما شفتش عجلة السلام دي اتحركت من مخانها خالص. يا جماعة عجلة السلام عايزة نفخة. سؤال مهم جدا جدا جدا، ليه اللعيبة بتوعنا لما بيروحوا يحترفوا في الخارج كبرهم بيرجع بعد 2-3 شهر، إلا 2-3 هم اللي نجحوا وهم كملوا في الآخر؟ أنا بشوف إن اللعيب المصري جزء من احترافه إنه يسهر في الأفراح لغاية الصبح، بياكل رز ومكرونة زي ما هو عاوز، بينما اللعيب هناك بيتوزن على الشعرة. عشان كده هم بيحترفوا في صرف الفلوس فقط لا غير. لو قابلتني الأستاذة أمال فهمي على الناصية وقالت لي تحب تسمع إيه من كتر الغلا والأسعار النار اللي احنا فيها، هقول لها أحب أسمع لحمة. حد يقدر يقول لي أغنية من الأغاني الجديدة نقدر نقول عليها لسان حال المرحلة؟ أنا سألت 1 و2 و3 و4 تقريبا اتفقوا على أغنية واحدة، بحبك يا. ونلتقي مع أكشن سمير الجمل وحسني غنيه.